مساء الخير عليكم. أهلا بيكم حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مساء الخير ليوم الاثنين 10/2/2020، تاريخ لطيف 10/2/2020. النهاردة عندنا فقرتين مهمين قوي للحوار، عندنا قضيتين الحقيقة من ساعة 2010 والناس كلها جوه مصر وبره مصر بتقول إمتى هتلتفتوا للصناعة؟ المصانع المتعثرة اللي ممكن يكون وصل عددها لأكتر من 9000 مصنع، بيشغلوا كام عامل؟ بيشغلوا كام موظف؟ فيهم كام مهندس؟ فاتحين كام بيت؟ هنفتح الملف ده، خصوصا إن السيد الرئيس من أيام قليلة جدا قبل سفره لأديس أبيبا في اجتماع القمة الإفريقية عمل اجتماع كبير جدا للمجموعة الاقتصادية وعدد كبير من المسؤولين ورئيس الوزراء علشان يوجه بأولوية قصوى للنهوض بالصناعة المصرية. وأيضا كان رئيس البنك المركزي موجود وتباحث مع سيادة الرئيس في تنفيذ توجيهات الرئيس في أنه يبقى بأقل أعباء بنكية ممكنة نقدر نقوم المصانع دي. عندنا موضوع تاني مهم جدا وهو موضوع المعاشات. امبارح بشكل مبدئي البرلمان وافق على مشروع قانون لحل أزمة ال5 علاوات اللي كانت موجودة قرار بيها، وكان في وعد من الرئيس هنشوفه مع بعض بالفيديو برضو النهاردة في الفقرة، من 2017 بأنه أصحاب المعاشات لازم يعيشوا حياة كريمة، ومش لما ناخد قرار لازم نقعد سنين طويلة قوي علشان ننفذه ونريح الناس. تعالوا نخش على أخبارنا وبعدها نشوف فقرات الحوار في مساء الخير.